مركز المختار للثقافة والفنون هو مفتوح لجميع الأفكار، لجميع المبادرات. اتصالات كانت بمديري المعاهد، الفيسبوك، الأساتذة المتحمسين. هي مش دروس مراجعة فقط، هو منتدى بكالوريا. علاش منتدى بكالوريا؟ الخطر مجال أنه بعد حصص المراجعة تصير حلقات نقاش، نحكيه على الثقافة، نحكيه على الفنون. علاش منتدى بكالوريا؟ الخاطر هو فرصة للدعم النفسي والإعداد المعنوي لامتحان البكالوريا. سمعت أنا بالمبادرة، اتصلت بالمركز ونسقنا الحصص هذه، جاءوا التلامذة وإن شاء الله بنجاح لصغيراتنا كلهم نفيدوهم ليقفوا معها في البريود الصعيبة هذه. مركز المختار ديما يعملوا مبادرة كما هكا. أنا زادة كأستاذ ديما من 2013-2014 وأنا نقوم بمثل هذه المبادرات. مبدئيا المجال خليناه للناس اللي ما تقدرش على أنها تقرأ الدروس التدارك، ثم حتى شكون والديه يقدروا باش يقريوها أهم المواد، ما يقدرش يقري ولده تاريخ وجغرافيا علوم. احنا فسحنا المجال للناس الكل وحبيناها هي فرصة باش يتلاقوا التلامذة الكل والشباب الكل ويتبادلوا الآراء ونعيشوا نفس الجو متاع تحضير البكالوريا. المركز هذا هو أهم شيء فيه هو مكتبة فيها 22 ألف كتاب. جمع الكتب هذوما كانوا من المرحوم الوالد المختار الجاموسي والأبناء متاعه وعائلته، واصلوا في الفكرة أنهم يخرجوا مكتبة للعموم والعلم والثقافة والكتاب يكون قريب من الشاب والتلميذ والطالب والأستاذ الجامعي والمعلم. برمجنا إن شاء الله 4 حصص، هذه الحصة الأولى، وحاولنا زيادة أن نبسطوا المعلومة للصغيرات. هذه بريود معناها طول بريود متاع المراجعة، هذه فترة قصيرة ويلزم حتى أنواع متاع التمارين تكون موجهة. درس وحصة حول الإعداد النفسي والمنهجي للتلميذ، ونحب نقول الحصة هذه ما هيش خاصة بتلامذة برك، هي خاصة كذلك للأولياء. ونحب نقول كذلك أنه حصة كي هذه خير من 10 و20 ساعة مراجعة. تنظيم مشترك بين مركز المختار ومركز دولي لتكوين الأكاديمي سيفادز وجمعية كشافة ومجموعة أخرى من المتداخلين، اللي كانت الغاية منها هي الأخذ بيد التلاميذ البكالوريا اللي عندهم بعض الصعوبات، نقول لهم راهو الفرصة في النجاح مازالت موجودة. دونك يكفي أنه احنا أول حاجة نؤمن بدورنا وبقدراتنا. هي كانت مبادرة باش نحاولوا احنا نقدموا لهم يد المساعدة ونرفعوا المستوى متاع الأداء متاعهم في الفترة هذه، وإن شاء الله يكون نجاح حليفا بحول الله. مختصين في علم النفس، في الكوتشينج، الكل عبروا عن استعدادهم. دور الشباب، بلدية الشيحية، الكلها معناها مدت يديها لرسم صورة جميلة، صورة تونس المستقبل وتونس الأمل. مركز المختار للفنون والثقافة على المبادرة الطيبة اللي عملوها، وإن شاء الله رحمة على الوالد والوالدة. وفروا معناها مكتبة فيها جميع الكتب، عملوا هالمبادرة هذه الطيبة انهم يقدموا دروس خصوصية للوليدات معناها بصفة مجانية. وإحنا صفاقس تبارك الله رائدة في الميدان هذا في التربية والتعليم، ان شاء الله نسمع صغاريت في كل دار وتتعدى الامتحانات في ظروف طيبة ان شاء الله، وربي يفرحكم جميعا.